الاخبار خلينا اول شيء نوريكم ليان صغيره ليان ليان هاي يعني هذا بطل وجولي صور تحت بسالف لكم عن شغله حلطومه ثانيه الحلاطم كثرت زين انا دائما اسوي رود تريب رود تريب ليس انك تسافر في مكان مثلا تتجول ما عندك مثلا فاينل ديستنيشن ما عندك نقطه معينه انت بتوصل لها لكن تقول هذا اخر نقطه بعدين راح ارجع هذا ذا رود تريب الفكره من انك انت بالسياره باوفر ما يمكن استمتاع في الطبيعه استمتاع في ذي تقريبا ذي ثالث او رابع رود تريب انا سويته مره اللي رحت فيها المكسيك اللي رحت فيها نيويورك وهذه اللي مع اهلي واللي فوق شمال امريكا يعني رود تريب جمال في الرود تريب انك تشوف كل شيء كل المعالم اللي ما راح تشوفها وانت على الطياره اللي توصل مدينه تتمشى تطلع وتروح مدينه ثانيه تتمشى ومو بس مناطق معينه في المناطق المناطق السياحيه ممكن تصادفك مثلا مدينه شكلها حلو مزارع اوادم عمر ما شفت سياح يصير مواقف حلوه غير الاجواء الشيء اللي لازم الواحد يحط في باله لما يسافر مع عياله يا اخي احترم يا غريب كن اديب اذا صرت في بلد مو بلدك يا اخي احترم قوانينهم احترم عاداتهم وتقاليدهم ما حبيت تطس فيك يا اخي لا تحبها مو بضروري انك تحبها هم ما يهتمون اذا تحبها ولا ما تحبها بس على الاقل احترم نفسك انك انت في مكان مو في مكانك تخيل انك انت والله متعود في بيتك تلبس نعال داخل البيت وتزور واحد ما يحب ذي الشغلة او انه ما عنده ذي الشغلة تروح تدخل بالنعال يا اخي انت مو محترم تكون انسان غير محترم ورغم انك انت متعود لكنك ما تحب فكرة انك تفسخ النعال داخل البيت يا اخي احترم عادات والتقاليد ولا شيء نزل تحت احترم عادات وتقاليدك الخير بس انت اللي في راسك تسويه رحنا مكان امريكا بشكل عام يعلمون حتى اطفالهم انهم يقدرون ويحترمون الاماكن السياحية الاماكن اللي لها ذكريات مثلا تاريخية شيء يعني شيء مثلا تمثال يعني مثلا او خليني بدال الامثلة خليني اقص القصة اللي صارت انه كان في تمثال داخل عند واشنطن في واشنطن دي سي عند البيت الابيض يتكلم عن الممرضات اللي ساعدوا في حرب فيتنام انهم ساعدوا وما ادري ايش وانقذوا ارواح لما هم ولا 98% ما ادري من الجرحى ماتوا او ما ادري ايش ف هالشغله شوف النهر مسوركم النهر ما ادري يبين ما ادري المهم فالشيء اللي صاير انه في تمثال واحدة ممرضة ماسكة جندي طائح والثاني رافع راسه يعني كنوع من يعني شكر للممرضات اللي شاركوا في الحرب الفيتنام تخيل ان واحد من اللي معانا قاعد يصور حب المنظر حب يصور وعياله ينططون داخل فوق التمثال طالعين فوق نازلين فوق فوضى مو طبيعيه اول شيء ما اهتم جات واحده شافت هالشيء وهم يقدرون هالشيء عندهم احترام وتقدير للشيء جات واحده قالت هذا غير محترم او disrespectful يعني انت قاعد تقلل من احترام الشيء اللي احنا قاعدين نشكره هو ما اهتم الثاني قام يقول يا اخي والله قليله حياه المفروض ما تتكلم يا اخي انت القليل حياه يا اخي امسك عيالك مسكهم على جنب احترمهم يعني عاداتهم وتقاليدهم على الاقل اذا ما تضر في اسلامك يعني في عقيدتك الا انهم مو محترمين لان قالت لك والله انت قللت من احترام الشيء اللي احنا نعطيه الاحترام يا اخي عيب
الاداب من اداب من الاداب الاسلاميه انك انت تحترم الغير بحيث انك انت ما تضر يعني ما تاثر على اسلامك. هو رتب حلو نرجع للرتب ها بس على رحلتنا والله 1900 وما ادري كم كيلو رجوع لان بكره عندي دوام. الله يعين. اليوم تاريخ 7 مايو